لا كان بيبي سي لو نوفو نتاع فيفاكوس خلاص هكي تصدريه مازال مديناش نصدروا حنا نصدروا ان شاء الله ميسواك سي برودوي ما شاء الله ما شاء الله اللي تخدم هنا في الجزائر حاجه برودكسيون ناسيونال ان شاء الله يعطيك الصحه اللي حبسنا نقولوا ما هانيش انا اللي حبس مسيو البريزيدون جينيرال يعطيك الصحه صافي بيزا هذه سياسته وحنا نطبقوا فيها ان شاء الله وبالعكس هذا المعرض هي رساله لكل الشعب الجزائري وكل متعامل اقتصادي بان كل القرارات التي تتخذ من طرف الحكومه الا لها نتائجها هاي النتائج كنا نستورد كل شيء كسرنا الصناعه الجزائريه الحمد لله بالقرار الشجاع اللي اتخذ من طرف الحكومه تطبيقا لبرنامج السيد الرئيس وتعليمات السيد الرئيس الحمد لله منذ سنه ونص كما اشرت سليفا ما ناش نستوردوا هذا الشيء بالعكس اصبحنا بلد يصدر وان كنا بلد يستورد اصبحنا الحمد لله بلد يصدر ولحد الان اخر الارقام في 11 شهر ل 2022 صدرنا تقريبا ل 37 بلد ما شاء الله لحوالي 2 مليون دولار صح رقم صغير مي احنا تاكلين عليكم باش تطلعوه ان شاء الله لا لا